والشيء اللي بنعطيها لكم وين هذا؟ طبعا هذه وزيت اللي كنا فيها توا. وزيت توا اللي وين بخشوا الامل والنعم. السيد احمد محمد عثمان مكتب في بلدية اردامس، العميد خارج البلدية السيد احمد عثمان. السلام عليكم، كريمة جورنازي، أنا عضوة في جمعية رعاية الأسرة، رئيسة النشاط والمعارض. طبعا أنا في رحلة حلوة على الآخر مع هذه وكالة السياحة أضواء الشروق، رئيستها أميرة عاشوراكس. كانت رحلة ممتعة لغدامس، وكان الجروب أحلى وأحلى، وكانت أنا توا في بازار تقنيات التراثية لغدامس، بس كانت رحلة حلوة، وناس غدامس بصراحة كانوا يعني فوق اللي متوقعينه. كانوا الناس يعني مش عاديين، بصدر رحب، وكانت الأمن والأمان هنا مش عادي. وفي نفس الوقت أنا بنشجع هذه الرحلات هذه الداخلية، لأن ما تفوتكمش، مش عادية، حاجة مش عادي. ونزيد نشكر كل واحدة من الأخوات هذو اللي كانوا معنا، وكانت رحلة ممتعة. والمصور طبعا اللي صور فيها أنا لازم نشكره، لأن كان معنا خطوة بخطوة، وفي كل وحاطنا يعني تقول أخوات لي. أعتذر إني وصلت إلى هذا العمر وأنا بأسرة دامس، وأشكر حقيقة الأخت أميرة اللي فعلا وفرت هالفرصة الممتازة في هذه الرحلة اللي اكتشفنا فيها. أولا تعرفت مجموعة من المتواجدات، صديقات قديمات جدا جدا، ما شفتهمش من 30 40 سنة، كنت خارج ليبيا. والدكتور عبد الرحمن كان زميلي في الجامعة الليبية من سنوات مضت، فلهذا أنا يعني سعيدة جدا جدا. والأخوات الشابات النساء اللي شفتهم وتكلمت معاهم اليوم الغدامس، أنا دائما أؤمن برغم كل ما يقال عن مشاكلنا في ليبيا، ولكن ليبيا واعدة، ليبيا فيها قدرات وإمكانيات نسائية ورجالية. وأنا كنت أتكلم عن الإخوان في البلدية، أول شيء سألتهم هل عندكم في المجلس البلدي نساء أم لا، لأن وجود المرأة في المجلس البلدية في كل المواقع يعني النساء والفتيات والشباب. إذا أردتم أن تبنوا قدامس الغد، وإذا أردنا أن نبني ليبيا الغد، فهذا هو التالوت اللي يملك القوة ويملك المستقبل. جينا أعطينا الاعتماء، غلطنا، بدلنا الجهد، المفروض نتأخر إلى الخلف ونقدم هالأجيال الجديدة. فأنا حقيقة قدامس جدا جميلة، تعلمنا تاريخكم جميل، هوية جميلة، وطيبتكم وخجلتونا ومشكورين جدا جدا. ونعدوكم إن شاء الله. أن أنا بالنسبة لي يعني لا أتكلم وإنما أعمل أكثر ما أتكلم، لأن الوقت هذا الكل يوعد،
بقدر المستطاع أن فعلا ننساكم. وشكرا حقيقة لأميرة ولكل الأخوات، استمتعنا وتعلمنا واكتشفنا مناطق ربما لا كنا نقرأ عنها. وأكثر شيء طيبة أهل اللامس على فكرة، وأنا أكرر وأعيد، الكل يقول اللي بيف صفتهم ونعتهم ما عرفوش يشتغل مع بعضهم ويحسنوا في بعضهم. أنا أقول الخير والشر الصالح والطالح في كل مكان. أنا أخدم بأن أقول رغم كل شيء، عشت 40 سنة خارج ليبيا، أول ما أقول ليبيا في أي محفل شنو الكلمة الأولى اللي تقال؟ أطيب ناس، أجدع ناس، أكرم ناس، ولا بد أن نحافظ على هذا.